تناقشيني وتوجعي لي راسي اوكي. انا الستايل بدي اياه بلبسه. شوف هذا منيح؟ لا ما حلو والله. شيرت ابيض ما عجبني. جاكيت لا شو بدي جاكيت شو؟ ليش انت نفسك تغير هذا اللون؟ حبيت اعيدكم اشتقت لكم كثير. اليوم رايحين انا وسيمان نجيب ملابس العيد للعيله كلها ما عدا ادم. ادم لانه عنده اوريدي اوتفيت للعيد فحس ما في داعي اشتري له. ف يس اليوم انا رايحه اشتري اوتفيت للعيد. ما راح اشتري كذا اوتفيت يعني هو العيد 4 ايام فما راح اشتري 4 اوتفيتات. ممكن اشتري اوتفيت او 2 يعني بس خلص بيكفي. فيس لاني ما راح نطلع كل العيد كل ايام العيد ممكن نطلع طالعه طلعتين وبس. فرايحين يوم على محل كتير حلو ان شاء الله الاقي فيه شيء يعني لانه حسب ما شفت انا من الموقع هيك في عندهم اشياء حلوه بتناسبني يعني اشياء للمحجبات. فيس فمشان هيك راح نروح عليه. بعد ما نروح على هذا المحل اول شيء راح اروح على محلي بعدين نروح على المول نختار لبس لسيمان ولميرا. ويس هي مشاريع اليوم. عملت ميك اب بي شوفوا اليوم الميك اب شوي مختلف مو مثل كل يوم بعمله. الليب جلوس هيك على بينك احمر وحاطه اي لاينر. حابه مكياج كتير اليوم هيك بسيط وسريع كان وبنفس الوقت حلو وخفيف. كل هذا وخفيف. خليني كمان افرجيكم اوتفيت اليوم ست صراحه كتير حلو هذا اللون. حلو الست تبعي شو رايك فيه؟ قديم هو بس يعني صار لي زمان ما لبسته فقلت خليني البسه حيبين كانه جديد لانه صار لي سنه مو لبسته. لا هذا مو هو مو نفسه لا هذا غير. مهم هذا يومي هيك ذاك اورانج بحسه للحفلات. انت جاهز؟ Are you ready? Ready set go. لازم نستعجل لانه كل ما تاخرنا الازدحام بيصير يعني شارع ازدحام للمحل انا بدي اروح عليه. فيس لازم نستعجل. تخيل بعد كل هالمشوار وما لقى شيء. هلا حسب ما انا شفت كان في اشياء حلوه يعني هيك يعني هو مو شرط بس للعيد يعني انا رايح عادي اخذ اشياء عاديه كمان مو شرط للعيد يعني. بس احلى لبسه حختارها اكيد حتكون للعيد. بتعرفوا لازم واحد شيء يعني شو عم يعمل بولين عنا هون؟ دول لميرة هاي بالعيد ميلاد هذاك اليوم؟ لا مو لميرة لا مو مطعم صح. أنا شو أنا مخربطة عم فكر بالملابس. هلا إذا رحنا على المول من هون قريب ولا بعيد؟ قريب؟ بدكم شو يعني أنت لازم تشتري ملابس عيد؟ ولا آه لا خلص يلا معلش خليه يشتري. قال ليش لا انا ابن البطس ولا بيبي سمعتي لي اشتري والله بس بحكي شو هذا شو اسمه جامع ولا شو بس جامع لا ما تحط. مساء الخير كيفكم شو الاخبار ان شاء الله الكل يكون بخير. اخر فتره كنت مختفي شوي عن الساحه ما كنت عم صوركم اي شيء. المهم كل عام وانتم بالف الف خير ان شاء الله ينعاد عليكم بالصحه والعافيه. عم بعيدكم قبل بيوم معلش عادي بيصير. بكره كمان بعيدكم بالعيد ما في مشكله. هلا طالعين نشتري ملابس العيد لالي ولشهد وللاولاد. مين مثلنا لحد الان ما اشترى لبس العيد يعني على اخر لحظه نحن تذكرنا انه العيد قرب ولازم نشتري ملابس العيد. وكمان في شيء دائما لما بكون في عيد انا بنسى انه احلق او اضبط شعري اضبط ستايلي اضبط اموري. امتى بتذكر؟ قبل بيوم. وقبل بيوم بيكون في عندي اشياء ثانيه لازم اعملها فما راح اقدر اروح عند الحلاق. والحلاق اوريدي راح يكون زحمه كتير كتير كتير. ما مستحيل خلاص الحلاق هلا ما الحلاق باي باي ما فيني اليوم ابدا. الحلاق اصلا اليوم ما فيه يحلق لحاله بيكون دائما اليوم وقفه صح؟ ايه دائما يوم الوقفه الحلاق يكون عنده فول ما فيه يحك راسه يعني هلا زبط. اذا رحت بكره ممكن اوكي بكره بكون مسكرين حبيبي معيدين وين فكر حالك بالسوق. لا مو شرط على فكرة لا والله لأنه هلا بيشتغلوا
هلا من قبل كانوا شو اسمه حبيبي انه بيشتغلوا لا انتوا بيشتغلوا هلا بسوريا انا بتذكر من زمان من زمان من زمان بيشتغلوا لاول يوم عيد صباحيه العيد بيشتغلوا هون ما بعرف كيف الترتيب هلا امشي بس اطلع شفت المكان مزدحم مثل امبارح كان زحمه كان 40 دقيقه امبارح ضحك كنا راح نطلع نروح نجهز امورنا للعيد هذا المحل الملابس نفس المحل شاهد لقته فشو كان الطريق 40 ل 45 دقيقة اليوم 23 دقيقة ما بعرف شو صاير المهم نروح نلاقي طلب شاهد لأنه شوي اليوم الجو كتير حلو صعب صح؟ شو امبارح بالليل كان في هوا كأني امبارح بالليل سمعت أصوات عنا بالحديقة أصوات مو طبيعية كمان شوي فكرت إنه ممكن حرامي ناطط عنا يخطف نيرة بس لا طلع هوا وشوي طلعت لبرا شفت آثار الهوا كل شيء محطم الزرع كنا حاطينه عند الباب هيك هذا كله واقع على الارض ومكسور قصه صايره بعت لي لوكيشن بعت لك اياه من زمان ما شفته لا هلا ما وصل ما عندي انا اكثر شيء متحمس لشو؟ انه الاقي لبس حلو لادم على فكره انا ما بعرف ادم عنده اوتفيت كم مره قلت انا خايف هلا بتقول لي عنده اوتفيت اوكي بنطلع بنشتري بنرجع على البيت لما والله عن بال تاكدت بس ادم بيطلع ما عنده ايه انا ضايع الاوتفيت انا شكيت عشان هيك رحت شيكت شيكتي بالليل وطلع عنده اوتفيت يعني خلاص امن ايه اوتفيت حلو كيوت يعني هيك لونه بيج وست هيك سحابات ها حذاء صح والله هذا اليوم لازم دائما بقول لازم اشتري له حذاء المشكله شو ما بنعرف نمرة رجليها ضميرة كنا نعرف نمرة رجليها آدم نعرف مو انه ما بنعرف نمرة رجليه بنعرف نمرة رجليه بنتوقع انه مثلا هو 22 بنجيب له اياه بيطلع صغير بنجيب 23 او 24 بيطلع كبير كبير اجره ما بعرف بده تفصيل بده بالنص هيك يعني بده تفصيل ما شاء الله اجره كبيرة لما يطالع ما بعرف لامه شو نمرة رجلك انت؟ تصور نمرة رجل شاهد 41 لا 38 ونص ومرات بلبس 9 ليش ونص؟ 38 ونص؟ إذا بدك إياه بالمضبوط ونص اللي هو أحلى أحسن شيء طيب. أريح شيء لأنه إجا موضوع النص كنت من قبل إلا لشاهد أنا نمرة رجلي 42 ونص تقول لي أنت رجلك مو مثل عالم الناس كيف يعني ونص؟ لك يا شاهد إذا ألبس 42 بطلع ضيق وبضايقني وبضايق أصابيعي بوجع لي إياه البس 43 بيطلع كبير علي بكون في فراغ نص سنتي لا 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 اصلا ما في 42 ونص صارت هي تحكي بالنصاص هلا اوكي يعني ليش غيرتي رايك طيب تمام امورك طلع كلام مزبوط لا لا على فكره هذا الشيء موجود بس بالشو اسمه احذيه رياضيه احذيه نايك اديداس بوما بوما هي احذيه كمان في هدول الماركات المشهوره نايك كمان قلت نايك هدول في عندهم 42 ونص 43 ونص 44 ونص في نص هيك بيجي قالب على الرجل انا كل احذيتي ونص 42 ونص ما في عندي حذاء من الماركات هاي 43 او 42 وباقي ماركات بتكون 43 او 42 حسب شاهد نفس الشيء شاهد انت 38 ونص بالضبط yeah. انا حاسس شاهد ممكن تلاقي طلبة بس المشكلة وين المشكلة عندي انا عندي وعند نيرة yeah. انا كرشي ما عم ساعده اوكي في بلايز بس البناطرين طيب هذا معناته علامة انه انت تشيل الكرش صح؟ دائما شاهد تقول لي شيل الكرش شيل الكرش شيل الكرش اوكي بدي شيل الكرش بس شايلها الكرش مو موضوع سهل بده وقت بده نظام غذائي بده تمرين منتظم ما فيني اجي اقرر انه انا بدي انزل وزني واشيل الكرش اروح اتمرن يوم واترك يومين وارجع اتمرن يومين اترك ثلاث ايام وعلى هذا المنوال ما بيصير لازم المفروض واحد يكون ملتزم خاصه امتى لما بيكون بده يسوي جسم حلو ستايل وبده يحرق لازم 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 لمده شهر ونص شهرين يكون ملتزم حتى بالاكل لازم اكل كثير يكون صحي مع الميزان انا هذا البروسس التعبان كلياته مو ظابط معي يعني كنت من قبل عامله اوكي
اتحمل، بس هلا شوي ما بعرف استصعب الامور لاني صار لي فتره كثير طويله تارك النادي، صار لي 5 سنين تارك النادي اصلا. وقت ما عرفتك انا تركت النادي. شو دخلني انا كل شيء تارك؟ انا تعرضت على الشات بلشت تعرف حسيت بلش. انه انا انت ضمنت حالك وضمنتني لا خلص صح؟ انت انت كنتي تعملي لي حركات لا ما بعمل اصلا لما كنا مخطوبين شات كنت تعملي حركات زي مروان النادي تصوروا هلا عم بعمل بدي اجي معك هلا عم بعطيك الجرين فلاج وين بعد شو 5 سنين واقف هيك بيجي اللحظه وصار عندنا طفلين وعندنا كثير مسؤوليات الموضوع مش سهل حبيبي سبقيني سبقيني يلا انا صفيت شوي بعيد على المحل الشمس قتلنا مستحيل الله تبي تبي سيارة بسرعة 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 ما بيهمني خليني عمود عادي ما انت عم بتطولي تحت الشمس ليش اخترت مكان بعيد لاني غالبا لما انا بصف قدام مكان بدي او بروح على مكان بدور على باركينج قدام المحل ما بلاقي فلقيت باركينج قبل المحل لازم قدام المحل شو رأيك؟ والله في اشياء حلوة بس انت ما بتلبسي هيك شيء هذا بيجنن الاسود صح؟ يلا خلينا ندخل لجوا شفتي فولتي قلتي بجوز ما نلاقي ما بعرف شو بالاخير ما لقيتي طلبك هلا وين على الوجه الثاني ننطلق على مكان ثاني على المول على المول بس لا يعني مستحيل شهر تدخل وما تشتري شيء بس اشتريت يعني 4 5 بس هذول مو محسوبات هذول ما بضبط للعيد انا برايي ما في شيء منهم اشتريتيه للعيد صح وانا يا جماعه ما لقيت شيء لالي للاسف حاطين بلوزه بنطلون جبتي نقص من الرجال هذا 80 ولا في بعض الاشياء للبنات موجودين بيناتهم حق الرجال دائما مخدوم لازم نعمل جمعيه حقوق الرجال والله هذا لازم الرجال اه لازم يلا انت يلا مو انا ما السيارات ما عم توقف ما عم بيعطوا لي طريق هي مشكله كثير ما بحبها إنه هون أحياناً السيارة ما بيعطوا الطريق يعني كل واحد اللهم نفسه وأنا مالي متعودة متعودة كثير عن نظام منيح طلعنا بكير يا جماعة نحن عادة إذا بدنا نروح نتسوق بنطلع الساعة 6 7 8 فأنا امبارح قلت لها شهادة نطلع بكير شوي لأني ما أظن تلاقي الأشياء اللي بدك إياها في هذا المكان أو بمكان واحد فلازم نتنقل على كذا مكان هلا نحن طالعين على مول ثاني ممكن من هذاك المول ما نلاقي أشياء كمان ممكن شهد لقيت أشياء لألا ممكن أنا ما لقي أشياء لألي فاليوم عنا مشوار كتير طويل ولازم ندور لميرا آدم لا خلاص خلصنا منه بس آدم خلصنا مع ذلك لازم ندور على حذاء ف بلشنا يلا يلا جاهز على التعب جاهز أنا راح نكسر بعد شوف أنا برأيي أنا كتير قنع أنا مو مثلك أنا برأيي أنه مثلا لما نروح نفترق كل واحد يروح يلاقي شغلاته يلاقي شغلاته طيب انت بتحبي تاخذي رايي لما تشتري اشياء وانا كمان بحب كيف هيك زبطت شلون رح نجتمع لا نروح على نفس المحل بس كل واحد يروح على ايه هو ايه نفس مزبوط تمام اتفقنا هاي فاي اخيرا لقينا بارج يا جماعه ساعه ندور على بارج ما شاء الله الناس كلها جاي تشتري ملابس عيد ومتاخره على كيف هذا جنني صار له ساعه ما بعرف بده يدخل ولا بده يصوب ولا بده يطلع بسرعة الشوب لأني الشوب لا يطاق جد صار يومين فجأة أنا أخذت سيارة يلا روحي أنا جاي دائما بنسى إذا أخذت سيارة ولا السيارة كمصاص موجود فيها جوازات فلوس جايز وصلنا شوفوا أول ما أجيت لفت انتباهي هذا الأسود يعني اسود لو في لون ثاني واو حلو المحل بيبي صح والله ما توقعت شكلي رح الاقي كثير اشياء صح وين هذا المكان عني من زمان وكبير بيبي سكشن لألك يس شوفوا سيمان حنخليه يشتري من هون اذا لقى شيء يعني ما بظن حيلاقي بس
حسيت حسيت التركيز على البنات اكثر شيء هون. اوكي عمليه التدوير على السعيد. اوكي العيد لازم يكون مو اسود والوان ممله، لازم تكون الوان فرحه. سو لايك شوفوا هذا الجاكيت والله حلو. اتس نايس. شوفوا الاصفر، انا حابه الاصفر هالفتره. حلو بس بني. جايز خلصت وطلعت بخيبة أمل. كنت كتير متحمسة بس ما لقيت أشياء اللي أنا كنت يعني متوقعتها. إيه منيح لقيت كم شغلة هيك هي لقيت أشياء للأيام العادية. أوكي رح أعملكم يعني عليه أنبوكسينج بس أوصل البيت أفرجيكم شو اشتريت. قست كتير شغلات وما طلعت غير بس بكم شغلة أخذت 1 2 3 4 أربعة قطع. سو يس هلا رايحين على المول حتى شو لاقي أشياء. بلكي يعني عادي إذا أنا ما لقيت بالمول ممكن ألبس شيء من اللي اشتريته من هون عادي. It's okay. بس يعني بتمنى لاقي شيء أحلى من اللي اشتريته للعيد. اللي بتعرفوا رح أخذ صورة أول يوم العيد وحركات. سيامان رح ياخذ صورة وحركات. أنا ما بشتريها. ريحة مش طبيعية. يوم العيد وحركات. سيامان رح ياخذ صورة وحركات. أنا ما بشتريها. ريحة مش طبيعية. جايز وصلنا على المول. هلا عم دور أشياء ثانية. لأن أنا ما لقيت أشياء كتير بالمحل الأول. نحن هلا بالمول. شكله هذا المكان برشكا ما راح الاقي فيه شيء لانه هون كله ستايل هيك بحسه كول هيك يومي يعني مو شيء للعيد. العيد لازم هيك شيء انه شيء يكون. فراح اطلع شكلي لانه كمان هلا شكله مبسوط على هذا المحل. انا ستايله هون. انا ستايلي مو هون. ولا هذا الست والله حلو بس هذا يومي every day. جايز ابديت سريع وصلت على زارا. شوفوا ستايلات حلوة اتس نايس غريبة يعني لحد الان فتت على شي 4 محلات. هلا زارا هلا دخلت عليه ان شاء الله لاقي شي هلا لانه زارا املي الوحيد اللي بحسه اللي عندهم هيك ستايلات للعيد يعني الناس يعني. إن شاء الله نلاقي شيء. شوفوا المشكلة إنه كل شيء مفتوح يعني مثال شوفوا هذا الفستان كتير حلو بجنن it's nice بس ما في كمان. هذا نفس الشيء لونه بجنن بس ما في كمان يعني معاناة المحجبات والله. حتى الآن ما في ولا شيء. وفي أشياء حلوة عجبتني بس يعني طبعا لكم ما بسد المحجبات فلازم هيك نحاول طبقنا هيك نلزقنا شيء أو تفت مع بعض. خيبة أمل ما لقيت شيء بزارة. بلشت أفقد الأمل بس عادي يعني إذا ما لقيت ممكن بس شيء من اللي جبته من المحل الأول ولو إني مش مقتنعة فيهم 100% بس بكون ما عندي حل. لسه في كم محل ببالي بدي أشوفهم قبل ما أفقد الأمل 100%. سو يس أنا شو عم بعمل هون جيت من هون قبل صرت مخربط. Yeah.
مناسب بيناسب لإله الفساتين، مو هيك بنطلون وهيك، لا فستان. فستان صعب واحد يلاقي فستان بيرفكت. فايف جايز سيمن رحلت البرجر، انا اكلت وصيت على هيك، بعرف بس هيك اشتهيت اكل يكون هيك اكيوس. صار معي نفس المشكله اللي صارت بشو اسمه سوق الصيني، مفتاح بطل يشتغل السياره مقفوله. اوكي هلا بالرجعه حط بالك رح تطار عليها شوي. تمام صفينا بنفس المكان، صار لي ساعة بدور على باركينج يكون قريب على أماكن محلات اللبس. وين؟ تاكدي؟ تاكدي شوفي؟ ولا بعمري إذا بجي على المول 500,000 مرة ولا بعمري رح أحفظها. زي كنت ضعيفة جدا في حفظ الطرقات. هذا المحل عنده أشياء حلوة. دوري هون إذا لقيت شيء خبريني. أوكي طيب نفتي بعدين. أنا هون بقسم الرابع. أوكي أنا لقيت شيء وحطه، بس ما لي متأكد 100% هل راح يكون هذا لبس نايك ولا لبس كليون. شاهد طبعا كان بمحل، دورت بمحل ما لقيت شيء يعجبه، طلعت المحل راح في مكان ثاني. الله راح أقوله أشوفه وين هو. أظن هي راحت عن زارة. شيء اشتريته صاير على السطور، حسيت إنه مش على المأزق العيد، بس نفس الوقت عيد حلو. شاهد عم تقنعني إنه ألبس على أي أشياء رسمية، بس أنا أبدا ما كنت واحد زاد المحل رجالي في أشياء رجالية هون. الأعراضة شاهدوا أخيراً طلعت بغرفة الإياس. شو بعدين اخترت؟ لقيت شيء؟ هلا هي حالياً ماسكة شيء بيدها، لحد لا ما اشتريت أي شيء معي. أنا اشتريت قطعتين مشان تعرف البنطلون والبلوزة. مش شباب نظبط أمورنا بسرعة. في شيء بإيدها بس هي محتارة. أحكي لهم شو هو وشو اللون؟ طيب ممكن مفاجأة. سارة بحب لون الأورنج كثير يا جماعة. شوفوا أي شيء لون الأورنج سارة بحبه. واو الشنطة هاي بلون الأورنج. هونيك الألوان النورة بلون أورنج. بلوزة. طيب هيك شي لا شفتي هذا؟ طيب هاد شو اسمه هذا؟ اه نو واي. خذ شي اورنج، انا حابب تلبسي اورنج. ما في هذا اللون ما حلو. انت فهمي الموضه، انت ما عندك لون زيتي، عندك كل الالوان تقريبا بس هذا الزيتي انت ما عندك اياه. بعدين انت ما قستي ما شفتي على اللبس. طلع حلو علي؟ روح يسي أخذ فوق. طيب اوكي انا حصور شيء ثاني عشان شاهد تختار براحتها حتى ما نفضح الاوتفيت تبع العيد. ويسي شيء ثاني اوكي؟ اذا ما لقيناه نروح مكان ثاني. ما في كل يلا بسرعه. الشنطة ما أحلى أي شيء باللون الأورنج صار عم بيزيدني ولا أي كتير حلو. كل الموديلات موجودة هون ولا واحد منهم جذبني إلا هذا. شو ولا شيء؟ نطلع؟ زيرو. على مكان ثاني؟ يلا. هلا رح نفتل المول كله. ليش تشتري هذا مع الجال هي الاوتفيت تبعك؟ لا بتطلع كثير اوفر. لا لا ما بظن بالعكس
هلا خلينا ندور على مكان ثاني هلا ممكن تلاقي اشياء حلوه. بدي شيء انا اورانج تحت. بدي حصرا اورانج. عندها جاكيت؟ انت شريتي شيء اورانج يعني؟ هلا هون من هون ما لقيتي شيء؟ هدول طقومه. مو طقومه هيك. في رسمي. في هذا رسمي ما بدي انا. لا مو رسمي، رسمي ها؟ رسمي. هذا اللون ما عندك اياه ولا بحياتك؟ بلعب. لون الموفي. ما لبستي ولا مرة. في الوان كثيره شاب مكتوبه يعني مثلا هذا اللون طلعته هلا هذا بنطلون اورانج هذا اورانج هذا اورانج اوكي يا جماعه انا وشاهد شو قررنا فجاه نروح ناكل لاني قدامنا مشوار طويل رح نفطر مول هذا كله ليش شايل شو بدك تاكلي هلا هذا كثير طيب بس فيه اكل انت ما بتاكله شو هو صيني كله صيني يعني ما في اي شيء انه غير صيني ما في عنده بيتزا مثلا لا لا ما في عنده هيك اكلات بيتزا همبرجر لا 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 ما بحب السوشي طعمين السوشي انا بكون شبعان ما بتمزبز بالسوشي ما بكون جوعان ما في غيره ماك جاك جاك مصرة تاكل سوشي بدك تاكلي سوشي؟ في هون كمان مطعم بدك تاكلي سوشي ادخلي بروح معك تاكلي انت بنطلع بنروح بعدين ناكل وصل اكلي هلا شاهد رح نشوف شيء رح اتعصب رح انصدم حتى هون مستكفوف حتى ما انزل حالي هي ما حبت تاكل برجر راحت على مكان ثاني تجيب ما بعرف شو ما عم لها ما بعرف ليش ما عطونا صينية جماعة أنا وشاهد كنا مضيعين بعض أنا قاعد على هاي الطاولة وشاهد قاعد على طاولة تانية عم تستناني وأنا عم بستناك ما عم بستناك أنا عم باكل وهو مبلش ياكل أنا ما مبلش آكل مختلفة أنا مفكر لا أنا مفكرك تعرفي شو إنه أنت لسه عم توصي أكلك لسه ما وصلتي وما خلصتي وعم بستناكي هون ما لاحظتي إنه في شيء في شيء جديد؟ إيه شكله أنت عم بيعطوك لازم تستخدمه صح؟ بس انت المطعم تبعك اكابر اكثر اعطوك عاطينك صينيه يس وامورك تمام انا شوفي عطي لي ورق جرايد ما هو هذا ستايل الاكل انه هو هيك بالشارع كمان اكل شارع بطاطا طبعا دوقيه بتجنن البرجر سامع دكتور البرجر كثير طيب دوقه قبل المره كنا عنده بس انا نسيان انت خليني ادوق اعطيكم من رايي بحب انا هدول النودلز بالعراق في طعم بصل ندوق الدجاج هاد سبايسي هاد لذيذ هاد بيف لحم البقرة وفي سبرينج رول انا مو كثير بحبهم صراحه بس حطوا لي سو راح ادوقها اني واي لذيذة النودلز حسيت فيهم طعم بصل ما كثير حبيت هاي
راحة أكل لأنه لازم نرجع ندور هلا. أخذ بنطلون من الأخير وسيمان تشتري شغلتين فما بعرف إذا حيشتري كمان أو لا. فظل عندي بس أشتري بنطلون وأوتفيت لميرا. ميرا عادي يعني بسرعة بختار لأنه هي بيبي يعني كل شيء بيلبق لها. خلصنا أكل. أنا حالياً مكان اسمه Forever 21. أول مرة بدخل عليه وتفاجأت إنه أشياء والله حلوة يعني ما في حدا كتير. دخلتي على هذا المحل؟ في محل مرة أنت اشتريتي منه قميص أصفر. وينه؟ تعرفي وينه؟ قميص أصفر. إيه ما لقيت في شيء. ما لقيت في شيء؟ أوكي أنا حابة أدخل هون أمريكان ما بعرف شو. ما عم تحكي زارة؟ بس عايز زارة. بس تحت. من هون؟ تحت. بس هذا كأني عنده أشياء حلوة غير معتادة. تايم ما بعرف شو. ما بعرف. عين راعي زارة. عندي أشياء أصلاً بس في المطعم. هاي زارة ولا إيش؟ لا زارة ولا لا زارة ولا سبحان الله يا جماعة. أي محل تدخله أي محل بغض النظر شوفوا بيكون هذا المكان كله شايفينه هيك وفيه هيك جوا كله البنات. شوف قسم الرجال بس هذا هون هون بس هون كله للنساء وجوا كمان. الشباب ما بعرف نحن حقنا منظومة بقلكم خلينا نعمل شو اسمه منظمة حقوق الرجال ما بدكم حاسس حالي انا لحد الان اخذ احلى شيء ما لقيت شيء احلى شهر لسه ما لقيت شيء ما لقيت شيء صح؟ لقيت شيء؟ لا ليش في شيء؟ هذا هو بس هذا هو القسم كثير طلع صح سكشن ما بعرف عبال لك انه نحن مظلومين هون لشو اسمه للنساء ما شفتي شيء لك حتى الأميرة ما لقيت هون ما في قسم الأطفال هاي دائما مشكلة لك حبيبي البنطلون بصل يا شكلك مثل كيس الزبالة اوكي شوفي كمان ما في شيء نطلع الى الخارج هيا بنا خلاص المحل هذا فتشناه ارمي ارمي زاوية زاوية ما لقينا شيء يعني عجبني هذاك البنطلون اي واحد خذي مش بس شو بدك تلبسي فوق؟ فوق وهي هي على مكاني المفضل اوكي انت بدك شيء رسمي صح؟ هاي قسم الرسميات لالي 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 انت مو قلتي لي البس رسمي؟ رسمي يعني والله احترت معك اللي هو هيك بالنص يعني انه هيك قميص بيمشي حاله؟ شوف هذا مثلا وما تلبس شيء تحته يا عيني تذكرت حدا والله هذا اللون ما عمره حتى ما بعرف اشتريه ما بعرف اكيد هون رح نلاقي اشياء خصيصا انا انت وين رايحه هيك راكده كاني انه في شيء معين رايح عليه بدور على سكشن دخلت لهون انت مو دخلتي لهون عفوا انت ما دخلتي لهون لا ما دخلت ماشي اوكي روحي على سكشن واخيرا لقيت شيء حلو لميرا هذا الست شو رايك فيه؟ بطلون ما حلو بس لا ما اشتو مع هذا حتى هذا اوكي قسم هذا لميرا تعي ندور لميرا اول شيء نخلص منها لم ياكلها معنا ميرا عادي والله؟ والله كثير ما في شيء ليش كذا الزهره ما عنده شيء؟ ما
تناقشيني وتوجعي لي راسي اوكي. انا الستايل بدي اياه بلبسه. شوف هذا منيح؟ لا ما حلو والله، ما عجبني. طيب ليش ما قلتي لي هذا اللون؟ في البني هيك شيء مثلا. اي اوكي، ما عندي هذا اللون. والجاكيت كمان؟ لا جاكيت لا، شو بدي جاكيت؟ شو ليش انت نفسك تغير هذا اللون؟ شو اغير يعني؟ هي الوان جينز. شوفوا يا جماعه جينز سميك هون، نحن بالامارات شوب قاتلنا بدها تلبسني الجينز. ايوه جليتر، البس لي جليتر. انا بلبس لك جليتر. شو هذا؟ والله صوفي، حتى الاميره عم لاقي اشياء. شو هذا؟ صغير صغير هذا، بس في له انا إلا ما يكون فيه. ما في. يوه. ها؟ يس. بس ما أظن ما دام لقيتي واحد بيبي معناته ما في منه. بجوز هاد موجود بمكان ثاني، حدا شايله حاطه هون. صح؟ اوكي. شاد ما لقيت شيء، أنت شو اشتريتي حبيبي؟ ما اشتريتي شيء، صح؟ ما اشتريت شنطة. وانا اشتريت لبسة كاملة. هلا اذا دور ميرا ممكن يكون هون في مكان. هذا سكشن تبع ميرا؟ اه. بس كاني ما في شيء حلو. هيك؟ مو بعرف. طيب اوكي، قررنا ناخذ لميرا هاي القطعة. شوفي لها كم سنة هاي؟ هياسة. شوفي لها ترى اسم ما تصدق؟ مو انا هو اصدق حبيبي، مالك نخلص ظهري الجانب يا جماعة. والله العظيم ظهري انقسم، يعني انقسم نصين. كل سنة لسنتين، بدنا من ثلاثة ل بدك من ثلاثة؟ لا من سنتين لثلاثة. ظهري صار يوجعني كمان شوي. شو بدي اقول؟ خلص بطلت بدي اعيد، ما راح اعيد. ماشيين مشي مو طبيعي. هذا اوكي، هذا هو. بس شوف الياس من هلا بطلع من 5 سنين لست سنين. ايه انه ما في من 2 لـ 3. يلا لا، هاي 3 لـ 4. طيب حطي من ايديك انا. بس انه سو نايس، الملابس حتى حلوه. شوفوا مكان هذا القميص الابيض، قماشته حلوه. حبيت حبيت. شوفوا هي حركاتك كيوت. مشكلة انه انا محجبة. والله ستايلات حلوة كتير. هي مو تنورة، هي بنطلون بس على تنورة. حلو. واو صراحة عجبني. بس المشكلة شو البس فوق اذا اخذته؟ يعني هم حاطين هاد بس I can't، يعني اكيد ما حقدر البس هدول الاثنين. فدايما هي مشكلتي، عرفتوا؟ انه اوكي بلاقي الجزء بس بعدين يا تحت يا الفوق هو اللي بيخرب كل شيء. Always. I love you always forever. فرجيكم اخذكم جولة بالمحل، والله انه عجبني. والله حلو. شوفوا عاد حلو بس نص كم. يا الله ما عم بلاقي شيء.